بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. كما أشار معالي وزير الإعلام، تم مساء يوم أمس إطلاق منصة جديدة إلكترونية للشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي، وأيضا تم إطلاق منصة للتقدم بطلبات الاستفادة من برامج أمر الدفاع رقم 9، برنامج تضامن 1، تضامن 2، وبرنامج مساند. الحمد لله، خلال 24 ساعة الماضية تم استقبال 5000 طلب لشمول منشأة جديدة، وتم التقدم بطلبات استفادة من أمر الدفاع ب 10000 طلب. ما نود التأكيد عليه في هذا المجال بأن آلية التسجيل في هذه المنصة هي اليوم سهلة للغاية. العملية كانت تأخذ أيام للشمول بالضمان الاجتماعي، اليوم أصبحت العملية سهلة ولا تستغرق سوى دقائق من أصحاب المنشآت. الضمان الاجتماعي اليوم هو حماية وليس جباية. المؤسسة اليوم ليست بحاجة لأي أموال إضافية. الحمد لله قدراتنا المالية كبيرة، ولدينا قدرة للتعامل مع الظروف الحالية بكل أريحية. ولكن المهم أن نشير هنا أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم جميع المنشآت العاملة في المملكة بالشمول بالضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي ليس فقط تقاعد، الضمان الاجتماعي يؤمن العمال بحماية ضد أي مخاطر مرتبطة بالعمل، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل على العمل، تأمين الأمومة، جميعها تأمينات أصبحت ضرورية. اليوم الظروف التي تمر بها المملكة والبرامج التي أطلقتها المؤسسة تؤكد على أن الضمان الاجتماعي هو مظلة حماية اجتماعية للجميع. إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، كما أشار معالي وزير الصناعة والتجارة، سيتم إطلاق حملة ميدانية لتوعية المنشآت بآلية التسجيل في المنصة. والله ولي التوفيق.